اسكندريه ولا ايه؟ اسكندريه على القاهره. ايه؟ على القاهره على ايه؟ طب تعالى خليك بس بسرعه كده. مجدي كامل. بس علي صوتك عشان زمايلك اسمهم. محمد احمد اسكندريه 96. 96. تمام. طبعت 2009؟ طبعت 2009. تمام. كم؟ 2010. 2010 مين 2010؟ مين؟ اسمك ايه؟ انا مش هقدر اسال طبعا على التقديرات لان انا عارف التقديرات كلها حلوه. وليد الخطيب. تمام. معتز حميد. معتز الخميس. لا حميد. حميد. ليبيا 2000 كام؟ لا من العراق. تمام. العراق 2000 كام؟ 2000 ولا ما خدتش ليش ما خدتهاش؟ لا لا 2014. اوعى تعمل بالك انا هفهمه. العراق كام؟ 2000 كام؟ 2014. احمد حسن اسكندريه 2012. 2000؟ 12. 12. فاتن متولي دبلوم. فاتن متولي. اقول الدبلوم ولا اقول الليسانس ده امتى؟ اه الليسانس بس كده. الليسانس حقوق اسكندريه 2005. 2005 تمام. شارع وقناة اسكندرية. شارع وقناة اسكندرية. في شارع وقناة اسكندرية ولا دمنهور؟ اسكندرية. في اسكندرية. إيه انت تابع بقى دمنهور تبع شارع وقناة اسكندرية؟ اسكندرية. إيه اسمها؟ مين عادل 2010 طنطا؟ مين عادل 2010 طنطا؟ اهلا وسهلا. بس حبايبنا بتوع طنطا. نعم. بس بتاع طنطا. كام؟ 16. 16 اسكندرية. عمر 2016. 2016. طبعا جاي القاهرة. القاهرة ولا عين شمس؟ القاهرة. سيبكم يا جماعة عشان تبقوا يعني كده عايزين نتعرف أهم حاجة المعارف. طب هو رضا 2010 كام؟ مين؟ مين؟ اسكندرية. محمد ليبيا. ليبيا. تمام. محمد علي 2000؟ 15. 15. جامعة جامعة ايه؟ بغداد. 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 ايه؟ ايه اللي لازم تسمعه؟ 15. تمام. ابراهيم ابو سعود شريعة وقانون. شريعة وقانون. تمام. نبيل حامد 67. اهلا وسهلا. شرفنا. محمود ابراهيم اسكندريه 2014. اهلا وسهلا. محمد عباس اسكندريه 2014. محمد حمد من العراق. العراق. تمام. حسن جميل من العراق 2016. اهلا وسهلا. سيد محمود العراق 2019. تمام. تمام. دوري من العراق 2019. فلا رشيد العراق 2006. اهلا وسهلا. احمد عصام اسكندريه 2014. محمد رفيق اسكندريه 2014. 15. حلوة دي. تمام. و 15؟ أيوة. و 9. أهلا وسهلا. أهلا بيك. على صوتك شوية. لا سامع يا جماعة. على صوتك. اسمك ايه؟ نهلة. نهلة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. شارع قانون دمنهور. تمام. شارع قانون كام؟ 11. تمام. 16. تمام. ألفين وخمستاشر. 16. اهلا وسهلا. محمد عبد الرحمن شارع ابو مظبوط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. محمد بن عبد الرحمن. اهلا وسهلا. طبعا نسيت كل الاسماء طبعا الحمد لله عشان احمد وعبد السلام بس.
يعني نحن عملناكم تضيع وقت وخلاص. طبعا انا سعيد بكم ويعني فصل دراسي كله خير كله فايده كله نفع ليه وليكم. يعني انا ازعم ان انا بستفيد زي انتم بتستفيدوا. ازعم ذلك الترم اللي فات كان معانا عدد من الزملاء زيكم كده وكان عندهم افكار ممتازه في الماده بتاعتنا. فان شاء الله يعني اسعد بالناس الجداد اللي معانا ويبقى عندهم افكار تضاهي افكار الدفعه اللي فاتت الترم اللي فات. الموضوع بتاعنا موضوع حيوي جدا ودسم جدا وشيق جدا. يعني السلام عليكم. يعني مش هيبقى دراسه جافه. انا ما بحبش خالص الدراسه الجافه ولا الدراسه النظريه البحته. احنا اشتغلنا في الترم اللي فات على قضيه تيران وصنافير. المره دي طبعا بندور على قضيه ثانيه لان اخر اسبوع ممكن نشتغل فيها ثاني برضه ولا نشوف قضيه ثانيه. حلايب ايه؟ جيلاتين. ماشي تمام. فاحنا طبعا بندور على قضيه حيويه نشتغل عليها عشان نربط الواقع العملي بال اتفضل نربط الواقع العملي بالنظر اللي احنا شايفينه بالنظر اللي احنا بندرسه. لان لو انفصل الواقع عن الدراسه النظريه مالوش قيمه. الدراسه النظريه مالهاش قيمه على الاطلاق. احنا بندرس وبنتعلم عشان نشتغل عشان نطبق اللي احنا اتعلمناه في الحياه العمليه. لكن انت درست الحمد لله انتوا خريجين مش كده؟ طب انت اتعلمت ايه؟ اتحدى حد فيكم يقول انا اتعلمت حاجه. طبعا الا ما نظر في ناس اتعلمت وفي ناس فهمت وفي ناس اتاسست انا متاكد من ذلك. لكن في عدد كبير جدا كانك يا ابو زيد ما غزيت. في عدد وهطلعهم دلوقتي نفر نفر. ماشي. فاحنا فعلا عاوزين نربط الواقع العملي بالدراسه النظريه اللي احنا بندرسها. فيا ريت انا حاسبكم بقى تدخلوا على النت وتشغلوا دماغكم وتجيبوا لي قضايا نشغلها على الدراسه اللي احنا بنشتغلها. يعني احنا مثلا قبل ما ندخل في الموضوع عاوز اخد فكره انا وانت مع بعضنا كده على النظام القضائي بصفه عامه او النظام بصفه عامه. مين اللي اللي بيحط النظام بتاع الدوله؟ مين اللي بيحطه؟ الرئيس السيسي ولا مين؟ مين؟ البرلمان. تمام. النظام بصفه عامه سواء النظام السياسي ولا النظام القضائي ولا النظام الاجتماعي. مين اللي بيحدد النظام بتاع الدوله؟ شكل الدوله. الدستور. الدستور قبل البرلمان. البرلمان ليه نصيب بس قبل البرلمان بيبقى عندنا الدستور. هو اللي بيحط اللي هو بيحط الخريطه بتاعت الدوله كلها. خريطه الدوله سواء السياسيه ولا القضائيه ولا الاقتصاديه ولا الاجتماعيه. هو اللي بيبين لي النظام بتاعي نظام الحكم بتاعي رئاسي ولا برلماني ولا خليط ولا ملوش معنى ولا لون ولا طعم ولا رائحه. ممكن في نظام ملوش ليس له لون ولا طعم ولا رائحه زي المايه كده. مع ان المايه طبعا فوائدها كتيره جدا لكن النظام اللي ملوش لون ولا طعم ولا رائحه نظام ملوش فايده ملوش فايده. فهو اللي بيحط طبيعه النظام بتاعنا او شكل النظام نظام الحكم بتاعنا الدستور. هو اللي بيحط النظام الاقتصادي شكل الاقتصاد بتاعنا اشتراكي ولا راس مالي ولا ايه ولا خليط برضه ولا برضه ملوش معنى. يعني برضه مع النظام الاقتصادي بتاعنا ايه؟ انا ما اعرفش بصراحه النظام الاقتصادي بتاعنا ايه. خلي بالكم انتوا بتسجلوا وانا هاخد بالي شويه من الموضوع عشان انتوا بتسجلوا لي وشكلكم كده ناويين على حاجه. يعني خلاص الاقتصاد الحر. تمام. احنا في الاقتصاد الحر بس الدوله لها دور ولا ملهاش؟ لا دور. داخله ولا مش داخله؟ داخله. يعني هتبص تلاقيه خليط في النهايه. مفيش نظام حر خالص ولا في نظام اشتراكي خالص لكن في النهايه هيبقى خليط ما بين وبين. طيب النظام الاجتماعي بتاعنا قائم على ايه؟
انت عندك في الدستور قالوا كده، قالوا ايه النظام الاجتماعي بتاعنا؟ الاسره هي عمود المجتمع بتاع الاسره. يعني في النظام الفرنسي الاسره دي ملهاش قيمه، ملهاش معنى، مفككين. الواحد ما بيبقاش اسرته ديت لا تمثل شيء عنده. احنا عندنا الاسره، الام، الطفل. هذا الدستور وضع مجموعه من النصوص والقواعد التي تحمي هذه الاسره، التي تحمي هذه الام، التي تحمي هذا الطفل. ده النظام اللي حطه الدستور بتاعنا. انا عمال شويه بشويه عشان ادخل على النظام القضائي، عشان النظام القضائي اللي احنا هنشتغل عليه. النظام القضائي بقى اللي الدستور حطه ايه هو بتاعنا؟ انت النظام القضائي اللي انت حاسس بيه ولا انت حاسس بيه؟ اللي انت حاسس بيه ايه هو؟ ها؟ لا، قبل التشكيل، قبل التشكيل. يعني نظام العالم كله بياخد بنظام من اثنين، حاجه من اثنين. يعني نظام قضاء موحد. يعني ايه قضاء موحد؟ يعني باختصار شديد ليس في الدوله سوى جهه قضائيه واحده تحتها مجموعه من المحاكم. اي نزاع يخطر ببالك يعرض امام هذه المحاكم. ما تفصلش، ما تخصصش. يعني منازعة إدارية هتروح قدام المحكمة دي، منازعة مدنية نفس المحكمة، منازعة تجارية نفس المحكمة، منازعة أحوال شخصية نفس المحكمة، وهكذا. يعني مفيش تخصيص، مفيش تخصيص للجهات القضائية، وإنما جهة قضائية واحدة. جهة قضائية واحدة اسمه نظام القضاء الموحد. خلاص سهلة. انا عاوزكم تتفاعلوا معايا، ما تسيبونيش اتكلم لوحدي. خلاص. عشان بس وقت حضرتك. هو انا يا جماعه انا خلصت الحمد لله، بس انا غيرت الدكتور انصاري بجد، ويا ريت كلنا نحييه لانه فعلا انسان محترم. فارجو حضرتك تحييه بعد اذن حضرتكم، لان الماده دي مش ماده تحييه بس، في مواد احنا بنخشها بنبقى عارفين ان احنا هنجيب امتياز بمجهود قليل. بس هو الدكتور قال لنا فرق ما بين الاستسهال والاستهتار. ماده سهله مش صعبه، ودكتور محترم هينط هيموت نفسه في المحاضره مع حضراتكم. العدد اللي موجود ده يمكن اضعافه بره، لسه ما حدش جه، فغير لهم المكان. كان بيعمل حاجه بص بيقول لك كان بيعمل حاجه واقفين قدام الشؤون بقول لهم ان الماده سهله يا استاذ محمد. انا يا جماعه فعلا ما بحبش، يعني انا مش حكايه ماده باجي ادرسها، انا عاوز اعمل صحابه. يعني عاوزكم تبقوا صحابي بجد. يعني انا معايا تليفونات اغلب الناس الحلوين اللي معانا، وبتواصل معاهم وبشاركهم في فرحهم وبشاركهم في فرحهم برضو، يكون كله افراح ان شاء الله باذن الله. فديت يعني بغيتي من الحياه ان انا الزرعه بتاعتي تبقى كويسه، زرعتي، لان الطالب اللي قدامي هو دي الزرعه بتاعتي. انا مش غير كده، يعني انا ما بشتغلش في المحاماه، وعرض عليا ان انا اشتغل في المحاماه حاجات كتير جدا وملايين ومليانه الحمد لله رب العالمين، ولكن دوستها بالجزمه بعد كده طبعا ندمت والحمد لله. ففعلا لا، هي دي الثروه الحقيقيه، ان انا يبقى عندي زرعه كويسه، وانا ازعم ان انا زرعتي في كل مكان الحمد لله بقدر الامكان على ما اقدر، على ما اقدر. كل زرعتي في كل مكان بزرع فيه الحمد لله بتبقى زرعه طيبه، والارض بتاعتها خصبه فيهاش ملوحه خالص، واذا كان فيها شويه ملوحه بنحاول نعالج الملوحه اللي موجوده فيها، وان شاء الله باذن الله ما يكونش في ملوحه خالص في الناس اللي موجودين هنا، عشان طبعا الملوحه بتبقى عليها صعب شويه. خلاص. فيعني انا سعيد بيكم برضو تاني، وتاكيدا لكلام الاستاذ محمد الفخراني انا سعيد بيكم، وان شاء الله يعني ارجو ان انا احز يعني قبولكم، يعني تقبلوني. واللي ما يبلنيش انا ما عنديش مشكله خالص، احنا مش قابلينك، مش عاوزينك،
تسحب تسجيلك مفيش مشكله خالص على الاطلاق، لان ده حاجه تخصك انت، وانت اللي تقدر وانت اللي تشوف انت مصلحتك فين وحاجات من دي. نرجع تاني. الله يبارك لك، الله يعزك، واحبكم الله الذي احببتموني فيه، وانا بحبكم فعلا جدا 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 فوق ما تتخيلوا. حتى الناس يعني في ناس ساقطه على فكره عندي، عشان برضو ما الناس ما تتوهمش، في ناس ساقطه عندي انا بحبهم جدا، لكن طبعا اعتقد ان هم دلوقتي ما بيحبونيش والحمد لله طبعا وبيدعوا عليا، لكن ساقط بحق الله والله العظيم فعلا. انا حاولت ادور له على حاجه ينجح بيها ما لقيتش، يعني هو ده بقى المستهتر. يعني لقيت مجموعه مثلا كان 120 واحد مسجلين او 125 واحد مسجلين المره اللي فاتت، مثلا صارت حوالي 7 8 10 من ال 120. لا لا حاولت ادور له على حاجه ينجحوا بيها، لقيته لا طبعا. واقسم عليا بالله العظيم ان هو ناجح، وانا بريت اليمين بتاعه، فما ينفعش ان انا ايه ما برش اليمين بتاعه. والله العظيم ثلاثه دكتور، الماده الوحيده اللي فيها ناس اقسم بالله قريبين اكتر من حد لو وحش، اقسم بالله العظيم لقيتني من كذا حد للاسف شالوا الماده دي، قالوا ما كانش ينفع ينجح اصلا، ان هو دخل وكذا كان منتظر ان اللي جنبه يجي كلمتين بس. اقسم بالله لقيتني من كذا حد معانا بس كده، بس هو ده كان لازم نسقط، يعني كان حرام ان احنا ننجح بس كده. هو ده النظام فعلا، لو انت عندك يعني نوع من الجديه، بس نوع بسيط من الجديه، يعني جديه بنسبه 50% كويسين ولا ننزل 50% جديه بس، يعني تشعر ان انت مسجل دراسات عليا، بس شعور انت مسجل دراسات عليا، وان انت عندك ماده محتاجه شويه مذاكره بسيطه، مش مذاكره كتير ولا حاجه، هتبص تلاقي مجهودك هيكلل بالنجاح ان شاء الله بعد كده. لكن طبعا مستهتر وداخل تنقش كلمه شمال ولا تنقش كلمه يمين، ولا داخل باي لك ولا بتخبط لك كلمتين كده، ولا خبطت لك مثلا موضوع قريته وانت وحظك، لا يبقى انت وحظك. طالما انت داخل انت وحظك يبقى انت وحظك، بس مش اكتر من كده. ما انا المفروض اكون معروف بقى يا راجل. الدكتور الانصاري حسن النيداني، الانصاري حسن النيداني اسمه معقد خلاص، استاذ ورئيس قسم قانون المرافعه. انا خريج اسكندريه، وقبل ما كنت خريج اسكندريه انا كنت كليه الطب، انا كنت مرشح لكليه الطب اسكندريه، ودخلت كليه الطب اسكندريه وقعدت فيها اسبوعين، وبعدين لقيت المواد فيها مش لادد عليا، والجو انا ما بحبش الجو الكئيب، لقيت جو كئيب فعلا، لقيتهم مشرحه والناس بتصوت وحريم وستات بتلطم على وشها، فقلت هو شكل النظام ده هيشتغل معانا على طول. قالوا لي المشرحه دي قاعده على طول معانا، يعني ما لا تفارقني. قلت لهم لا انا ما بحبش نظام المشارف والحاجات ديت، انا بحب الحياه، فانا مش عاوز كليه الطب. فحاولت كليه الحقوق طبعا، وكانت صدمه كبيره جدا بالنسبه للعائله بتاعتي وبالنسبه لاهل البلد الناس اللي بتحبني، ونلاقي الراجل ده اتهبل وحصل لعقله حاجه ودماغه ونونت. فقلت لهم ونونت انا وحظي بقى وخلاص. كان فيها اياميها كان بيدرس الدكتور عوض محمد، بيدي جنائي، مش عارف تسمعوا عنه، هو مازال يعني حي يرزق وبسم الله ما شاء الله، وشباب بسم الله ما شاء الله. والدكتور زكي ابو عامر برضو درس لي، والدكتور توفيق فرج الله يرحمه درس لي، والدكتور جلال عدو الله يرحمه درس لي، والدكتور هشام صادق بتاع الدوله الخاص درس لي، وكده مجموعه كبيره جدا من الناس الحلوين والعمالقه درسوا لنا واسسونا من الناحيه القانونيه، وسابوا زرعه ان شاء الله لن تموت. الزرعه اللي سابوها والزرعه اللي عملوها لن تموت، مش ممكن تموت ابدا، لان فعلا اجيال ورا اجيال، والشعله هنشيلها شاء من شاء وابى من ابى. وبعد كده دخلت مجلس دوله، بقول لك بقى قصه حياتي بقى خلاص يلا، بس في عجاله يعني عجاله بسيطه، ما احبش اتكلم خالص في المسائل دي يعني. دخلت مجلس دوله وقعدت فيها 7 شهور 8 شهور، لان انا خريج اسكندريه، واسكندريه لفظتني لفظا، لان احنا في اياميها قعدوا 5 سنين ما بياخدوش اي معيدين. انا كنت التاني على الكليه مش الاول، لا ازعم ان انا كنت الاول، كنت التاني على الكليه، فهم لا خدوني ولا خدوا الاول ولا التالت ولا اي حد، ولا دفعتي ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها.
خمس سنين ما اخدوش حد خالص. فتعينت فطبعا كان هدفي ان انا اتعين في الجامعة. اتعينت في مجلس الدولة. ولما جت جامعة المنوفية الاول المنوفية تعلن عن حاجتها المعيدين قدمت فيها وخدوني معيد في قسم قانون ورفعات بالمنوفية. ثم بعد ذلك اتنقلت لجامعة بنها وانا استاذ مساعد. وانا استاذ مساعد اتنقلت لجامعة بنها وبقالي في جامعة بنها 10 سنين. وما زال ان شاء الله العطاء ممتد وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. وانا استاذ ورئيس قسم قانون ورفعات بكلية حقوق جامعة بنها ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. بس السابق يعني لسه يدوب سايبها بقالي سنة كده او عدة شهور يعني. بس هذه هي ملخص الله يبارك فيك الله يكرمك. لا خلاص لا 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 ما تقلقش حاجة ما تقلقش انا هاخد بالي خلي بالك. وبعدين احنا كلنا بنحب بلدنا واللي يعمل اللي يقول غير كده يا جماعة يبقى غلطان. يعني حتى لو انت مختلف سياسيا مع عزيمة ولا صادق الاساس في القصة كلها انت تحب بلدك. يعني في ناس يختلف سياسيا معانا وبعدين يحبك تقع ويحب المؤسسات تقع ويحب الدنيا تبوظ ويحب الدولار يغلى ويعلى ويحب الاقتصاد ينهار. طب ده ولا حاجة. ده ماهوش وطن وما بيحبش بلده. احنا طبعا مش عاوزين ندندن كتير على حكاية حب الوطن وحب البلد وتحيا العالم وتحيا مصر وحاجات ديت. لكن باختصار شديد انت حب بلدك وحاول تنفع نفسك لان ما ينفعش تنفع بلدك لوحدها. يعني انت ما ينفعش تقول ان انا اعطي لبلدي. انت بتدي لبلدك بس من خلال عطائك لنفسك. هو انت لما تتفوق تبقى كويس. انت عطيت لنفسك حاجة انجزت لنفسك لكن في نفس الوقت انجزت لبلدك. لكن مفيش حاجة اسمها ادي لبلدي بس. طب ادي لبلدي وانا اكل ايه؟ ما ينفعش. لازم من خلال ان انا اعمل حاجة لنفسي ابقى عملت حاجة لبلدي. بس مش اكتر من كده. هو هقول لك على حاجة. الشباب اللي بره اللي متخرج بقاله عدة سنوات. انا من وجهة نظري انا هو عنده فرصة يشتغل. مش لازم يشتغل على مكتب. مش لازم ابدا. مش قصة ان انت تشتغل على مكتب. يا انا مقتنع بذلك تماما. مش قصة ان انت تشتغل على مكتب او حتى ان انت تشتغل في تخصص. طبعا هو افضل ان انت تشتغل في التخصص بتاعك عشان تنجز وتدفع. لكن انت ما فيش في الامكان ان انت تشتغل في تخصصك او تشتغل على مكتب. اشتغل في اي حاجة. بس المهم يبقى في عطاء. عطاء لنفسك. ثم العطاء ده هينعكس على بلدك في النهاية. مش اكتر من كده. مسألة بسيطة ونقدر نطلع من اللي احنا فيه. احنا في ازمة. ما حدش يقدر يقول ان احنا مش في ازمة. في ازمة كبيرة جدا. والموضوع فعلا محتاج تكاتف المخلصين. والمخلصين موجودين. سواء في السلطة او برا السلطة. وان شاء الله بالمخلصين وباكتافهم وعلى اكتافهم هتقوم مصر ان شاء الله وتنهض من الكبوة بتاعتها باذن الله. فوتك بقى من السياسة والكلام الفاضي ده. وخلينا في الشغل بتاعنا. تناوت بقول النظام القضائي بتاعنا او النظام القضائي بتاع اي بلد. احنا هناخد برضو فاصل كده برضو في الوسط كده بحيث نروع على نفسنا سنة. فاصل 5 دقايق بعد شوية ناخد فاصل 5 دقايق. دي حاجة جديدة بقى استاذ احمد. لو حد عنده فكرة لو حد عنده موهبة لو حد عنده حاجة ممكن يجي يعرضها لي. بجد والله لان انا بعملها على فكره الحكايه ديت بعملها عندي ببنها. يعني بعملها عندي ببنها وبطلع الحمد لله مواهب. بطلع مواهب كتيره جدا من عندي بنات وصبيان ومفيش احلى من كده. تاني اهوت. اتفضل. النظام القضائي بتاعنا او النظام القضائي بتاع اي بلد بيبقى حاجة من الاثنين. يا اما نظام قضاء موحد قلنا عليه ايه هو نظام القضاء الموحد. ان مفيش غير جهة قضائية واحدة. هذه الجهة القضائية الواحدة هي اللي بيعرض امامها كل المنازعات اللي موجودة في البلد كلها. وده كان النظام بتاعنا قبل كده. قبل ما يتعامل مجلس الدولة كان نظامنا كده. ما كانش عندنا غير القضاء العادي بس. وحتى المحكمة العليا ما كانتش جهة قضائية قائمة بذاتها. فكان كل المنازعات بتعرض امام هذه الجهة القضائية. بس النظام الثاني وهو اصبح نظام اغلب الدول دلوقتي. النظام القضائي المزدوج.
نظام القضاء الايه؟ المزدوج. يعني ايه القضاء المزدوج؟ يعني عندنا جهتين قضائيتين اساسيتين في البلد. جهة القضاء العادي احنا عارفينها. وجهة القضاء الاداري احنا عارفينها برضو ولا مش عارفينها؟ ها؟ ايه جهة القضاء الاداري؟ اللي هو؟ مجلس الدولة. طب والنيابة الادارية تبع عنه جهة؟ هاي تمام. طب وهي قضايا الدولة؟ هاي وليست جهة، لا دي جهة قضائية ولا دي جهة قضائية، وإنما هيئة قضائية. مشرع الدستور نص عليهم برضو، بس نص عليهم مش باعتبارهم جهات حكم، وإنما باعتبارهم هيئات قضائية، لأن هما لا يصدروا أحكام. والنيابة العامة نفس القصة، لا تصدر أحكام. النيابة العامة ليست جهة قضائية وليست تابعة للجهة القضائية، وإنما هي هيئة قضائية تصدر، لا تصدر أحكام، لا تصدر إيه؟ لا تصدر أحكاما، وإنما لها وظيفة أخرى غير وظيفة الحكم. عندنا الجهتين القضائيتين الأساسيتين في البلد هما جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري. طب مفيش غير هما؟ والقضاء العسكري تمام؟ والقضاء الدستوري. يبقى فعلا إحنا عندنا أربع جهات قضائية. هو إحنا بنسميه قضاء مزدوج، لكن هو قضاء رباعي، يعني فيه أربع جهات قضائية مستقلة، أربعة مستقلين عن بعض. ركز في الحته دي لانها حته مهمه وجوهريه وتفهمك حاجات كتير من اللي بيحصل في البلد. اللجان لا دي تبع جهه القضاء العادي، اذا كانت فضل المزاعات يبقى تبع جهه القضاء العادي. خلاص شارع بقى هو اللي بيقول اللجنه دي تبع انه جهه، يعني في لجنه تسويه المنازعات الاسريه طبعا برضه تبع جهه القضاء العادي، محكمه الاسره وجهه القضاء العادي. خلاص نرجع تاني بقول لك، لو انت فهمت باختصار وببساطه شديده، لو فهمت عشان هسالكم في اللي انا بقول، لو فهمتي او فهمت حته جهه قضائيه هتفهم ايه الاصل اللي بتترتب عليها. احنا قلنا جهه قضائيه يعني ايه؟ يعني جهه قائمه بذاتها غير تابعه لاي جهه تانيه، مش تابعه لجهه تانيه، يعني مستقله بذاتها ولا تتبع اي جهة قضائية اخرى. يبقى معناها لا تتبع يعني ايه؟ مش تابعة للجهة التانية. يبقى احكامي احكام الجهة دي ما تروحش للجهة التانية، لا يطعن فيها امام الجهة الاخرى، واحكام الجهة الاخرى ايضا لا يطعن فيها امامي. مش كده برضو ولا لا؟ زي احكام مثلا محكمة الاستئناف بيطعن فيها فين؟ حد يرد عليك؟ طيب احكام المحكمه الابتدائيه استئناف. شوف ابتدائي اهو استئناف ناقص. الثلاثه دول السلسله دي فين؟ في نفس جهه القضاء العادي. السلسله دي في نفس جهه القضاء العادي، ابتدائيه استئناف ناقص. الثلاث محاكم كلهم تبع جهه القضاء العادي. مش ممكن حكم يطلع من الابتدائيه يطعن فيها محكمه القضاء الاداري، او حكم يطلع من القضاء الاداري محكمه القضاء الاداري يطعن فيها امام محكمه الاستئناف عندنا ولا امام محكمه النقض عندنا؟ امال يطعن فين فيها؟ حكم محكمه القضاء الاداري يطعن فيه فين؟ امام المحكمه الاداريه العليا. طب وحكم الاداريه العليا يطعن فيه فين؟ ها؟ يلا جاوب. يعني حكم صادر من المحكمه الاداريه العليا، ما هي الجهه التي يطعن فيها امامه؟ حكم لا يجوز الطعن فيه لان دي اعلى محكمه في الجهه. شوف هقول لك على حاجه سهله خالص. طالما عندي اعلى محكمه في الجهه، في اي جهه اعلى محكمه فيها احكامها غير قابله للطعن على طول وخلاص. احكام اعلى محكمه في اي جهه لا تقبل الطعن فيها. يبقى عشان كده حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبارها أعلى محكمة في القضاء الإداري أو في مجلس الدولة، هذه الأحكام لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية أمام أي جهة من الجهات. طيب حكم محكمة النقض باعتبارها برضو أعلى محكمة في القضاء العادي، أعلى محكمة، حكمها غير قابل للطعن فيه أمام أي محكمة أو أمام أي جهة. طيب حكم المحكمة الدستورية العليا، هي المحكمة الدستورية العليا الأول تابعة لأنهي جهة؟ جهة
مستقله قائمه بذاتها مع انها محكمه واحده. على فكره في قضاء دستوري بعض الدول على درجتين، قضاء دستوري او جهه القضاء الدستوري بعض الدول على درجتين، دستوري درجه اولى ودستوري درجه ثانيه. يعني اذا الحكم محكمه دستوريه ما عجبكش، اللي هي محكمه دستوريه الابتدائيه ما عجبكش، بتطعن فيه امام المحكمه الدستوريه الاستئنافيه في بعض الدول كده. لكن عندنا وفي اغلب الدول هو نظام دستوري ومحكمة واحدة، الحكم اللي يصدر منها يصدر باتا لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وصلت أحكام برضو القضاء العسكري، العسكري هذه الأحكام الصادرة من هذه الجهة لا تقبل الطعن فيها أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا. عشان كده كمان هي خضع لها نظام معين خاص بيها وتخضع للتصديق من القائد العسكري العام. بس عبد الله، بس بس التباس عاد نظر فين؟ يبقى امام نفس الجبهه، امام القضاء العسكري برضه نفس الجبهه، خلاص امام نفس الجبهه وليس امام محكمه اخرى تابع لجهه اخرى. ركز في الحته دي عشان تفهم. امام محكمه الدستوريه العليا لما احنا برضه هديك بقى قيران وصنافير كتطبيق لشويه للحدوته الصغيره اللي احنا قلناها دي. حد عنده فكره عن قضيه تيران وصنافير؟ ها حد عنده فكره؟ اللي هي في نزاع بيننا وبين السعوديه عليها ايه؟ طب قول الفكره تحت كده لو سمحت. اسمعوا اخوكم زميلكم في سنتين كان هو في حرب كان يعني السعوديه كانوا هم تبعنا تمام. بعد كده اول درجه قالت ان التصنيف خطا والمصريين. بعد كده راحوا بعد كده طعنوا الحكومه، طعنت عشان ما عجبهاش الكلام ده، فطعن برضه اي كام اول درجه وقال ان دي فكره عامه. بس هقول لك على حاجه، هي دي فكرة يعني يعني ايه، بس طبعا لازم انظمها بطريقة قانونية عشان افهمك ايه علاقتها بالكلام اللي احنا بنقوله، مش كده برضه ولا لا؟ هو كل ما في الامر ان صدر قرار سيادي من الرئاسة بالتصديق على الاتفاقية اللي بيننا وبين السعودية بترسيم الحدود، وبان هذه الاتفاقية بتقول ان تيران وصنافير سعوديتين، خلاص اتفاقيا صدقنا عليه اشر على وقع على السيد رئيس الايه، رئيس الجمهوريه. خلاص من هنا نشا النزاع بقى والخلاف، التيران وصنافير مصريه ولا سعوديه. طبعا الشعب المصري بيقول لك ده هي مصريه 100% طبعا عن جد، وده شيء التاريخ بيقول كده، التاريخ. لكن القانون بيقول يعني الوثائق التاريخيه هي الكل بقى، لكن تاريخنا اللي احنا عايشينه والواقع اللي احنا عايشينه بتقولوا ان الجزيرتين دول مصريتين ابا عن جد. خلاص؟ خلاص؟ فعندنا دلوقتي بقى في نزاع بخصوص هذه المساله. انت فكر معايا النزاع ده ايه؟ ويروح فين؟ فاهم؟ تقدر تفهم معايا؟ بقى في نزاع بخصوص هذه المساله، النزاع حول مصرية أو سعودية الجزيرتين. وأنا كمحامي عاوز أرفع دعوة وأكد فيهم إن الجزيرتين دول مصريتين وليست سعوديتين. أرفع الدعوة فين؟ ولا مش من حقي أرفع دعوة أساساً؟ ما أنا بقول افهم عشان أفهم مع بعض، نفهم مع بعض ايه اللي بيخلي القانون يدخل في الجزئيه دي، لان احنا ممكن نقوله ده سياسه. هل هو سياسه بس ولا سياسه داخل فيها قانون داخل فيها قضاء؟ وليه حدوته بالظبط واصله؟ يبقى انا دلوقتي كمحامي مصري او كمصري، بلاش محامي، كمصري عاوز ادافع عن مصريه هاتين الجزيرتين. الجزيرتين دول بقول لا ده دول مصريتين 100%، وعاوز جهه تؤكد ان الجزيرتين دول مصريتين. اروح فين؟ ولا مش من حقي ان انا اروح حته؟
ومين يقول لي ان انا من حق اروح حته ولا مش من حق اروح حته؟ ومين المدعي عليه في القضيه دي؟ ومين المدعي والمدعي عليه وايه الجهه المختصه؟ فاهم قصه كبيره جدا. انت تعرف تفصلها معايا حته حته ولا صعبه عليك كانك لسه خريج؟ انت على فكره هقول لك على حاجه، انت درست الكلام ده صدقني درست، بس غايب عن بالك، غايب عن بالك. دولي ولا داخلي؟ ادي نمره واحد. منازعه اداريه ولا مدنيه؟ ادي نمره اثنين. عمل من اعمال السياده ولا مش عمل من اعمال السياده؟ نمره ثلاثه. فيها برلمان يعني عمل برلماني ولا عمل قضائي؟ ادي نمره. حاجات كتيره جدا بتتساءل انت بخصوص هذه المساله، خصوص هذه الايه؟ مساله تيران وصنافير. انا مش هدخل فيها عشان اسيبك انت تفكر، ولو تحبوا تبقوا زي زمايلكم بتوع الترم الاول نعمل كده. يعني هقول لك عندي عده احكام صدرت في المساله، ولا بلاش مش دوروا على حاجه ثانيه، قولوا راحتكم. انا يعني الطالب هو اللي بيحدد خط السير بالنسبه للمعادله اللي احنا اشتغلناها. اتفضل عايز تقول حاجه؟ ايه في البيت؟ ها قول يا استاذ، عايز تقول حاجه؟ تمام. في موضوع جديد ماشي خلاص، بلاش رمي صنافير. تمام قولي اتفضل، علي صوتك شويه. لان مساله دوليه. تمام الكلام ده صح ولا غلط؟ تمام هقول لك. كلام صحيح، كلام صحيح. لكن هو احنا عندنا بالنسبه لنا احنا في جزئيه مهمه جدا والمفروض تبقى فاهمها. انا عاوزك، هل ده تنازل عن حته عن قطعه ارض مصريه ولا ما هوش تنازل؟ يعني انت انا عاوزك يعني ايه زي ما قلت لك نعيش الحياه شويه. الدستور بتاعنا بيقول لا يجوز التنازل عن اي شد من الارض المصريه. ها التنازل لا يجوز، ها التنازل عن اي شد من الارض المصريه. واذا تم التنازل يبقى التنازل ده منعدم ولا اثر له ولا قيمه له. خلاص العمل اللي صدر اقر هذا التنازل سواء كان عام بقى اتفاقيه دوليه ولا ترسيم حدود ولا قرار اداري ولا عمل برلماني حتى ولا اي حاجه تخطر على بالك، اي حاجه ما ينفعش بموجبها تتنازل عن جزء من الارض المصريه. وده شيء منطقي لان انت بتقسم، انت السلطه كلها بتقسم على انها تحافظ على الارض المصريه ولا تفرط فيها لاي كائن من كان. خلاص يبقى دي جزئيه اوليه بالنسبه لنا احنا، هل ده تنازل ولا مش تنازل؟ ثم بعد ذلك قلت لك في اسئله كتير جدا في الموضوع، موضوع كبير جدا. انا كنت طبعا ما عنديش مشكله ان احنا نعيد اللي احنا عملناه في المره الاولانيه، لكن احنا عندنا موضوعات كتيره جدا وقضايا كتيره جدا، وانا عاوزك انت تجيب لي قضيه وتقول لي نشتغل عليها. انت اي حد فيكم يجيب لي قضيه نشتغل عليها بالاضافه الى الفكره النظريه اللي احنا هناخدها، بالاضافه الى الفكره النظريه نطبقها على قضيه تثبت في ذهنك وما تطلعش من ذهنك خالص. هي دي الجزئيه اللي انا عاوز اوصلها لك، ان انا بدرس حاجه، بدرس فكره، الفكره اللي درستها ديت لو ما طبقتهاش مش هتعيش معايا. بدليل ان انت درست 4 سنين في الكليه، وانا زي ما قلت لك انت طلعت من الكليه ربما تكون افكار كتيره جدا راحت من بالك. راحت من بالك ليه؟ لانه ما طبقتش حاجه، مش حاجه طبقتها. لكن لو طبقتها لا هيفرق، هيفرق معاك جدا. ها موظفين الدوله تمام، وده اللي عندنا برضه. يعني القضيه او المنازعه الاداريه، لو حد من الطلبه يتفضل يعرف ايه هي المنازعه الاداريه. ها
هي المنازعة التي تكون الدولة، الدولة مش الدولة، الدولة بفروعها بموظفينها بخلاف دولة طرف فيها باعتبارها دولة. القضية أو المنازعة اللي بتكون، تفضل، اللي بتكون الدولة طرف فيها باعتبارها دولة، يبقى دي منازعة. بتروح فين المنازعة الإدارية؟ بتروح لجهة القضاء الإداري. حد عنده سؤال تاني في الجزئية ديت؟ ها؟ في مثال ان الارض مطريه من الناحيه الغربيه، في ايه؟ في ايه مثال مفيش مثال ان الارض مطريه من الناحيه الغربيه، ولا في اختلاف في مثال؟ لا، ما هو دي بقى انا ما اقدرش احكم فيه، يعني اسالوا اهل الذكر، واهل الذكر في المساله ديت هم بتوع الوثائق التاريخيه. الوثائق التاريخيه هم اللي يقولوا الارض دي مصريه ولا مش مصريه؟ مصريه. درستي في الدوله ايه؟ ماشي، ما في تمام، كلامك سليم. هل هم داخل 12 ميل ولا خارج 12 ميل؟ سليم، تمام تمام. عاوزين حد بقى، عاوزين فاصل خمس دقايق بالظبط، فاصل خمس دقايق ونرجع. خمس دقايق. حد عنده حاجة عاوز يقولها؟ حد عنده الساعة واحدة؟ عاوز ساكن؟ لا انت، طب يا جماعه بالنسبه للمواعيد الاول عشان 3:30 المواعيد الساعه كام؟ محاضره الساعه 2 ممكن محاضره الساعه. امال احنا حاطين المحاضره بتاعتنا من واحده من 12 ل 3 عشان محاضره الساعه عشانها. اه تمام، عند محاضرة الساعة 3. اه انا بقول كنت بقول من 1:30 ل 3 مثلا، بقول كده. ما انا بقول كده، ما انا بقول المحاضرة بتاعتنا ما تزيدش عن ساعة ونص. هي على الورق 3. لو سمحت اسمعني اسمعني، المحاضرة بتاعتي ما بتزيدش عن ساعة ونص، لان طبعا انا ببقى مشفق عليك ان انت اقعد اتكلم ساعة 3 ساعات. محدش بيستحمل ان حد يتكلم الا اذا كان بقى حد بيغني ولا هيفاء ولا نانسي، دولت ممكن هيستحملوهم عادي للصبح. لكن طبعا لما علم وقانون وحاجات من دي شيء طبيعي على نفس البشريه، بتبقى ما يعني ايه مستتقله الحكايه شويه. ما تستحملش اكتر من ساعه ونص. ساعه ونص بس. من 1:30 ل 3، ايه رايكم؟ ها؟ طب اللي موافق على من 1:30 ل 3، اللي موافق على من 1:30 ل 3، موافق؟ الناس اللي عندهم 2 يحضروا مع حبة معايا وبعدين يبصوا، مش مشكلة. هقول لك عليه بس حبه بحبه. وساعتها عندي ماده ثانيه. طب يا جماعه لو سمحتوا هقول لك على حاجه تبدله برضه، كمان حاجه ثانيه تبدل مع، انا عاوز اريحكم والله، تبدله مع بتوع اتفاق التحكيم. انا عندي ماده ثانيه اسمها اتفاق التحكيم. لما اشوف بتوع اتفاق التحكيم، هل ممكن انت تيجي من 3 بدل ما تيجي من تيجي من 4؟ في برضه مادة؟ لو عاوز من 1 نبدا من 1 ل 3 برضه. لا، من 1:30. من 1 ل 2:30 ما عنديش مشكلة. طب مين اللي بيديكم رفعات الساعة 2؟ مين؟ لا مفيش مرة، تأخر نص ساعة. تأخر نص ساعة. أنا ما شفتش حد خالص بيبدأ من الساعة 2 خالص. لا، بدأ إذا كان
دخلت خلاص؟ خلاص يا جماعة احنا كده الوقت المناسب عشان برضو نتفق كلنا كده الوقت المناسب بالنسبة لنا كلنا لو سمحت الورقة هناك كده الوقت المناسب بالنسبة لنا كلنا شايف كده للغالبية العظمى اللي هم 90% الوقت المناسب بالنسبة لهم من 1:30 خلاص؟ واعتقد ان الدكتور فايز مش هيجي من الساعة 2 هو ممكن برضو يجي من الساعة 2:30 من الساعة 3 انتوا قولوا له تعالى الساعة 3 عشان مادة تانية لانه عنده من 3 من 2 ل 5 فمش مش هيبقى في مانع ان هو يجي من 3 ل 5 او من 3 ل 4:30 محدش بيقعد 3 ساعات يعني انا شايف ان 3 ساعات كتير عليك انا بقول لك 3 ساعات كتير عليك لو واحده ماشي استنى عندنا 2:40 واحده 1:30 3 بقى يا جماعه خلاص من 1:30 3 خلاص مش عارف بقى مش عارف انا عاوزك بقى يا جماعه لو سمحت يا جماعه لو سمحت عشان تبقى المحاضره استاذ محمد ولا استاذ ايه استاذ محمد استاذ محمد عشان تبقى المحاضره فيها تشويق وما تناموش مني لان انت ممكن تنام مني انا حتى لو بقولك بغني ممكن تنام مني فانا عاوزك ما تنامش مني عشان ما تنامش مني اشترك معايا لازم تشترك معايا وعشان تشترك معايا لازم يبقى عندك حيثيه عندك معلومه لو صغيره حتى وعشان يبقى عندك معلومه لازم تحضر لي حاجه بسيطه كده يعني نص ساعه اكلفك ان انت قبل ما تيجي تقرا نص ساعه في الحاجه اللي احنا هناخدها المره الجايه تبقى عندك فكره بس عن ايه انا هتكلم في ايه عشان بس ايه تبقى متفاعل معايا بدل ما تخليني اقول كلام ربما يكون بالنسبه لك اول مره اقوله وربما برضو يكون ما انتش هتفهمه قوي لانك ما عندكش خلفيه عنه او لو انت بتفهم كده بدون ما تعمل حيثيات خالص ما عنديش مشكله ان انت تيجي من غير ما تحضر براحتك بقى انت اللي عارف نفسك انت اللي عارف نفسك تقدر تيجي وتتفاعل معايا بدون تحضير ولا لازم تكون محضر شويه او الكلمتين لو سمحت الناس اللي ورا هناك اللي احنا هنتكلم فيه ندخل في الموضوع على طول ولا نخلينا في حاجه تانية ها ندخل في الموضوع على طول خلاص احنا حددنا نظام القضائي بتاعنا وعرفنا النظام القضائي بتاعنا نظام رباعي عندنا اربع جهات قضائيه وعندنا عارفين كل جهه ايه نظامها جهه القضاء الدستوري والعسكري والاداري والعادي اللي احنا هنشتغل عليه جهه القضاء ها العادي جهه القضاء العادي عارفينها ولا مش عارفينها فيها ايه فيها ملاذ وسط فيها حاجات كتيره جدا على فكره غير بس اللي انت فاكره اللي انت عارفه ان هي فيها ها محاكم جزئيه وابتدائيه واستئناف ونقض مش كده جزئيه وابتدائيه واستئناف ده المدني العادي دي اسمها المحاكم المدنيه العاديه في جوه القضاء العادي برضه قضاء جنائي ما هو الجنائي تبع العادي يا جماعه عشان تاخد بالك ان القضاء الجنائي هو قضاء تبع القضاء العادي طب القضاء الجنائي السلسله بتاعته ازاي حد يقول لي على سلسلته سلسله القضاء الجنائي انت درسته ها جنح وبعدين جنح مستقبل بس الجنح شغال على الوجه ده بس بتروح الدعوه او الجنحه وينعقد الاختصاص بها المحكمه اسمها محكمه الجنح وبعدين يستأنف حكمها امام محكمه الجنح المستأنفه بس كده خلصنا خلصنا جنح دكتور بس احنا عندنا جنح بس وجنايات محكمه الجنح لا
بتنصر داخل المحكمة الجزئية. جزئية. حكمة الجنح محكمة مكونة من قاضي واحد. خلاص؟ ثم يستأنف حكمها أمام محكمة الجنح المستأنفة. خلاص؟ طيب دي لو القضية اللي عندي جنحة. لو القضية اللي عندي ايه؟ جنحة. بروح بيها لمحكمة الجنح. والحكم اللي يصدر منها بستأنفه أمام محكمة الجنح المستأنف، وممكن تعرض فيه كمان اسمها معارضة، معارضة في الحكم الصادر لمحكمة الجنح. ثم لما بيصدر حكم من الجنح المستأنفة ممكن تعارض، معارضة استئنافية برضه كمان. خلاص؟ طيب الجنايات بروح بقى فين؟ محكمة الجنايات. لمحكمة الجنايات اللي هي استئناف، محكمة الجنايات مباشرة. عشان كده التقاضي فيها على درجة واحدة. طب الحكم اللي يصدر محكمة الجنايات بتروح بيه فين؟ محكمة النقض بس. خلاص؟ يعني مفيش استئناف. حكم محكمة الجنايات لا يستأنف. حكم الصادر في جناية محكمة الجنايات ما بيستأنفش خالص. وإنما بيقطع. لا، الغياب هو مش استئناف برضه. ده حكم غيابي، ولما يحضر الغائب بيعادل المحكمة. دي مش استئناف. أمام نفس المحكمة. اللي أزالت نفس الحكم. زي كأنه عشان كده مش استئناف. يعني بس مع الفارق طبعا، لانه مش هو يعني مختلف عنه، لان الكمس ليه قصه كبيره جدا. خلاص؟ لكن حكم محكمه الجنايات يطعن فيه امام محكمه النقض. طعن بالنقض امام محكمه النقض دي قصه الجنايات، المسائل الجنائيه جنح وجنايات. المسائل المدنيه قلنا عليها محاكم جزئيه وابتدائيه دي درجه اولى، ثم محاكم استئناف عالي، ثم محكمه نقض. خلاص؟ ده المدني العادي. في كمان حتى اسمها جوه برضو القضاء العادي حاجة اسمها المحاكم المتخصصة. المحاكم اللي ايه؟ المتخصصة، التي تتخصص في نوع معين من المنازعات داخل جهة القضاء العادي، اللي هي محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية والمحاكم العمالية في بعض الايه؟ في بعض المحافظات محاكم العمالية. خلاص؟ ثلاث أنواع من المحاكم المتخصصة داخل جهة القضاء الايه؟ القضاء العادي. في محكمة الأسرة مش عارفينها، وهنقولها بعد كده على اختصاصاتها، ثم المحكمة الاقتصادية وايه؟ واختصاصاتها. هي ديت تشكيلة المحاكم اللي داخل جهة القضاء العادي. التشكيلة ديت أهم عنصر فيها مين؟ فاكر كده؟ أهم عنصر. عنصر بشري. القاضي أهم عنصر بشري في كل التشكيلة دي. قال لك، هو تقول لي هو في غير قاضي؟ هو في حد تاني في الحدوتة دي اللي احنا عايشينها دي في المحكمة فيها غير القاضي؟ لا، الخصوم. ايه مين تاني؟ أمين السر. أمين السر. المعاونين. اسمها أعوان القضاء. اسمها كده على بعضها كده ايه؟ اسمهم ايه؟ أعوان القضاء. على بعض كده. المسمى بتاعهم أعوان القضاء. نقول تاني بقى، مين هم أعوان القضاء؟ أمين السر. اللي هو قرم الكتاب بصفة عامة. والنيابة العامة على فكرة من أعوان القضاء. النيابة العامة من أعوان القضاء. والخبراء من أعوان القضاء. وقرم المحضرين، كل المحضرين من أعوان القضاء. والمترجمين من أعوان القضاء. خلاص؟ كل دول من اعوان الايه؟ القضاء. يبقى انا هدرس القاضي كاول عنصر واهم عنصر. اهم عنصر في المحكمه القاضي، ثم اعوان القضاء لو في فرصه ان احنا ندرس اعوان القضاء. القاضي بقى إيه؟ مين هو القاضي؟ الحكم الفصل في النزاع. تمام. له شروط مش كده؟ ولا اي حد ممكن يتعين قاضي؟ ما هي الشروط الواجب توفرها في القاضي عشان يتعين قاضي؟ يجيب مقبول، يبقى عنده واسطة مش كده؟ ها؟ ايه الشروط القانونية مش الشروط الواقعية، الشروط القانونية. الحصول على ليسانس القبول. الكلام ده صح. الحصول على ليسانس القبول او ما يعادله من الكليات الاخرى. يعني انت عندك الشريعه والقانون بيعادل، والشرطه بتعادل، ممكن يتعين في النيابه وبعدين يتعين في القضاء بعد كده. خلاص؟ الجنسيه المصريه.
اثنين الشرط الثاني ان يكون مصري الجنسيه. طب ركز في الشرط ده معايا كده، ان يكون مصري الجنسيه. الجنسيه دي كم نوع ولا هي نوع واحد؟ جنسيه نوع واحد ولا نوعين يا جماعه؟ نوعين، جنسيه اصليه وجنسيه طارئه. لا يجوز تعيين القاضي المصري او بجنسيه طارئه في وظيفه القضاء. العباره دي صح ولا غلط؟ لا يجوز تعيين مصري جنسيته طارئه وليست اصليه في وظيفه القضاء. العباره دي صح ولا غلط؟ هو الاول الجنسيه الطارئه يعني ايه؟ مكتسبه. يعني هو ما كانش مصري واكتسب الجنسيه المصريه، وقد لا يكون والده ولا والدته مصريتين. مصري الجنسيه، لا والده مصري ولا والدته ولا والدته مصريه، وهو اكتسب الجنسيه المصريه اذا توفرت فيه شروط اكتساب الجنسيه، فاكتسب الجنسيه المصريه. كان فلسطيني وخد الجنسيه المصريه، كان اسرائيلي وخد الجنسيه المصريه، كان سعودي وخد الجنسيه المصريه، ايا كان بقى. اللي كان من جنسيه ثانيه وخد الجنسيه المصريه ده ممكن اعينه قاضي ولا ما اعينوش؟ ها؟ طب انت بتقول كده بالفكاكه ولا بالقانون؟ هو ينفع يباشر 10 سنوات؟ لا 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 لا، هو طالما اكتسب الجنسيه المصريه يجوز على طول ولا بشروط ولا حاجه، طالما اكتسب. لان المشرع قال يشترط. ركز معايا عشان تفهم الحاجات دي بتفهمها ازاي من القانون. هو القانون احنا بنقول القانون يا جماعه بيبقى قدامنا واحنا بنفسره مش اكتر من كده. يعني بيقول لك ايه؟ يشترط ان يكون القاضي مصري الجنسيه. ده اللي القانون قاله خلاص. لما يقول مصري الجنسيه وسكت معناه ايه الكلام ده يا جماعه؟ معناها ان هو يؤخذ اللفظ على عمومه فيشمل كل من تجنس بالجنسيه المصريه، سواء كانت جنسيته اصليه ولا جنسيه. انا جبت الكلام ده منين؟ من خلال النص العام المطلق اللي ما فيهوش اي تخصيص ولا اي تقييد. لا فيه تخصيص ولا فيه تقييد. فخلاص انا فسرت النص بهذه الطريقه عشان تفهم. لو اشتغلت قاضي ولا اشتغلت محامي ولا اشتغلت اي حاجه تفهم تفسر النص ازاي. هو قال بس كده المشرع، قال يشترط ان يكون مصري الجنسيه نقطه. لو هو عاوز يكمل بقى كان كمل زي ما كمل بالنسبه لرئيس الدوله. هو رئيس الدوله ايه؟ قال يشترط ان يكون مصريا من ابوين مصريين. لما بيعوز يكمل بيكمل، ما حدش بيمنع المشرع ان هو الشروط اللي عاوزها. فهو قال لي في الرئيس يشترط ان يكون مصري من ابوين مصريين، هذا الرئيس. طب في القاضي يشترط ان يكون مصري نقطة. يبقى فهمت منها ايه؟ ان هنا لازم يكون يكفي ان يكون مصري سواء كان مصرية اصلية ولا مصرية طارئة. لكن هناك في رئيس الدولة لا، ما ينفعش المصرية الطارئة، ما ينفعش يكون جنسيته طارئة. عشان كده لازم يكون من ابوين مصريين عشان ينفع يترشح في لرئاسة لمنصب رئاسة رئاسة الدولة. خلاص؟ ادي الشرط الثاني. الأول إيه رأيك في الشرط ده؟ إيه رأيك؟ إحنا في الوضع القانوني الحالي هذا الشرط شرط لا غبار عليه. الوضع في الشريعة الإسلامية مختلف عن كده. لأن الشريعة الإسلامية بتعتبر بلاد الإسلام، افهم عشان تبقى عارف الشريعة بيفكروا إزاي وبتوعكم بيفكروا إزاي. هما بتوع الشريعة بيفكروا إزاي؟ ما تقولش الشريعة مش واخدين بالهم ولا مش عارفين حاجة، لا ده عارفين كل حاجة. هم بيعتبروا بلاد الإسلام بلد واحد. الشريعة بيعتبروا دولة الإسلام دولة واحدة وبلاد المسلمين بلد واحد. أنت في أي مكان أنت في البلد المسلم أو في بلاد المسلمين أو في دولة الإسلام. عشان كده ما اشترطوش خالص أبدا جنسية معينة في اللي هيتعين في وظيفة القاضي. يعني ممكن يبقى سعودي ويبقى قاضي في مصر، ويبقى كويتي وقاضي في مصر، وحاصله موجوده. هو انت الناس المستشارين بتوعنا القضاه بتوعنا
اللي بيطلعوا اعاره للدول ديت بيطلعوا اعاره ايه؟ بيمسكوا رؤساء دوائر هناك في الكويت وفي الامارات وفي قطر وفي البحرين وفي السعوديه، بيمسكوا رؤساء دوائر هناك مع انه مصر الجزائر. لو هم هناك بيشترطوا ان هو يكون سعودي ولا بحريني ولا اماراتي ولا قطري ما كانش ينفع يشتغل هناك، لا رئيس دايره ولا عضو دايره، مش كده برضه ولا لا؟ كانش ينفع خالص يشتغل هناك لا رئيس دايره ولا عضو دايره. وعشان كده الشرط ده مش موجود في الشريعه، لكن هو موجود في القانون الوضعي وفي القانون المصري، لان الوضع الواقعي اختلف. الوضع الواقعي اختلف، فاحنا حريصين. اللي لقينا ده منصب حساس، ده منصب ايه؟ منصب حساس. والمنصب الحساس ما ياخدوش الا وطني يعني حريص على الارض المصريه وحريص على المصالح المصريه، وعشان كده بيشترطوا فيه ان هو يكون مصري الجنسيه. الشرط الثالث، هنقول الشروط ونخلص النهارده عشان ما اسكتش عليكم النهارده يعني. الشروط، الشرط الثالث، احنا قلنا الشرط الاول ان يكون حاصل على صرف. الشرط الثاني ها ان يكون مصري الجنسيه. الشرط الثالث، انت افهم قبل ما فيش مشكله ناخد حسن السير والسلوك والسمعه، ان يكون حسن السير والسلوك والسمعه، وده شرط منطقي. يعني ما تجيبليش واحد صايع ضايع مشهور عنه الفساد، مشهور عنه بتاع مش عارف ايه وبتاع ايه وبتاع قمار وبتاع اسمه وبتاع وبتاع، وتقول لي عيل هو قاضي. لو التحريات بتقول ان هي دي سلوكياتهم، لو حتى لو ما كانش متهم في قضيه افهم، لو التحريات عنه بتقول ان هو فاسد او بتاع قمار او بيشرب حشيش او بيشرب مخدرات او بتاع نسوان او الاخره، ما ينفعش يتعين في الوظيفه دي او في المنصب ده. وده شيء منطقي، لان يتعين ان يكون حسن السير والسلوك والسمعه. طب لو رد اعتباره، حتى ولو رد الى اعتباره، خلاص اتبسطت خلاص اتلزقت فيه. طالما لو خدت حكم بقى، لو خدت حكم في قضية معينة من قضايا الشرف والاعتبار والأمانة لزق فيك الحكم، ولو رد إليك اعتبارك لا يجوز بعد ذلك تعينك في وظيفة القضاء. يبقى أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة. رد الاعتبار بيشيل الحكم بتاعه. شوف لو هتشيله من جذوره إيه اللي دي؟ من جذوره ماشي؟ وده اللي بيقوله مين؟ القانون. مش أنا اللي بقول. يعني لا اجتهاد مع النص. الناس اللي بتتكلم، انا حاسس في الناس بتتكلم كده. لا اجتهاد مع النص. النص بيقول ولو رد اليه اعتباره. يبقى لازم يكون حسن السير والسلوك والسمعه. استكمالا للشرط ده الا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمه مخله بالشرف او الاعتبار. يعني لو تمادى في سوء سلوكه لغايه ما اتحكم عليه في جريمه من الجرائم ديت المخله بالشرف والامانه، يبقى في هذه الحاله زي ما قلت لك اصبح غير صالح للتعيين في منصب القاضي. الشرط الرابع او الخامس، تفكروا معايا يا جماعه، مش محتاجه على فكره الشروط دي، الشروط دي مش محتاجه خالص، محتاجه فكاكه بس. فكك معايا كده هتلاقيك بتطلع شرط. أنا أكون متزوج؟ لا لا لا، الشرط ده مش مطلوب. سنه كمان إيه؟ عندكم مطلوب؟ لا، إحنا عندنا طبعًا الشرط ده مش مطلوب، لأن طبعًا ممكن تتعين قاضي وما تكون ما تكونش متزوج وهو غير راغب في الزواج، طبعًا هو ده شيء مش كويس. وعلى فكرة جميل قوي الشرط ده على فكرة يا ناجي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الزواج سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني، هذه نمرة واحد. ويا معشر الشباب طاعة منكم الباء، يعني حس على الزواج. ليه؟ لأن الزواج بيحصنه، وطالما حصنني يبقى أصبح تصالح النظر الإيه؟ للنظر في الإيه؟ في القضايا. لكن أنا مش متزوج وعندي 32 سنة 35 37 سنة أعزب، عيني زايغة يعني، معلش ما أنا مش متزوج وما تحصنتش، يبقى لازم اعين الزوج في شمال ولا يمين؟ امال هعمل ايه يعني؟ خلاص؟ القاضي بقى اللي عينه زي غيرات فيه. في قاعده وفي شواذ. في
هو كلامها صح اختكم اختكم كلامها صح برضه بتقول لك ما هو بيبقى متزوج الاخت اللي بتتكلم على طول بيقول لك ما هو بيبقى متزوج وبيبقى عينه زيغه برضه طبعا دي شيء برضه لا حق فيه لكن القاعده العامه اللي بيتزوج بيحصل نفسه الا اذا كان زي ما قلت لك واحد سايب بقى سايب يعني فاسد يعني بتاع حريم زي ما بيقولوا طب ما هو ده زي ما قلت لك قبل كده ما هوش حسن السير والسلوك ولا ايه والسمعه يبقى هطلعه من هذه الوظيفه وهبعده عن هذه الوظيفه بسبب سوء سلوكه بسبب ايه سوء سلوكه حتى لو كان متزوجا يبقى انا ظبطتها برده اه طبعا شرط واقعي بس بشرط تثبيتي برافو عليكي بشرط اثبت ما هو اصل انت ما تزعمش عليه ان هو سيء السلوك وخلاص لو انا حبيت اطلع قاضي حتى من الوظيفه لان ده شرط ابتداء وشرط بقاء استمرار لو القاضي انحرف يعزل بس يعزل ازاي يا جماعه في مجلس تأديب رئيس الجمهوريه ما يقدرش يعزله لكن يعقد له مجلس تأديب يعني محاكمه تأديبيه ثم يعزل بناء على هذه المحاكمه التأديبيه خلاص اذا انحرف لان انحرافه معناه انه وافقت احد شروط توليه القضاء احد شروط ايه توليه القضاء يبقى انحرف بس لابد من اثبات انحرافه وعندنا الرقابه الاداريه موجوده على فكره وفي ناس بتطلع صلاحيه فعلا في قضاه بيطلع صلاحيه سنويا على فكره سنويا في ناس بتطلع صلاحيه من القضاه ومش هقول لك واحد ولا اثنين واحد واثنين وثلاثه وعشره وخمستاشر بيطلع سنويا صلاحيه بسبب سوء السلوك او سوء الايه او سوء السمعه او الاخلال بالواجب الوظيفي من الكلام ده موجود في مصر ما هوش بعيد عننا لكن هو ما بيبقاش مسمع عشان طبعا ما نعملش ايه ما نعملش ده بالنسبه للايه القضاء لكن هو ما بيسمعش لكن موجود فده الشرط الرابع اللي هو حسن السير والسلوك والسمعه والا يكون قد ارتكب جريمه مخله بالشرف والامانه في شرط تاني شرط السكون ما لسه هقول لك عاوز اقول لك الاهليه الاهليه وطبعا دي الاهليه ديت الكاتب بقى المفروض كان بقى شرط لان شرط الاهليه شرط الممارسه اي تصرف قانوني لو عاوز تعمل عقد لو عاوز تتجوز هو اللي لسه ما بلغش 21 سنه من الذكور ما يقدرش يتجوز لو عاوز يعمل عقد قانوني لو عاوز يرفع دعوه انت لو وانت في الدراسه يا ما كنت انت طالب وانت في سنه ثانيه ولا ثالثه كان عندك 20 سنه ولا 19 سنه لو عاوز ترفع دعوه اعاده تصحيح ماده معينه من المواد اللي انت ظلمت فيها مش انت اللي ترفعها اللي بيرفعها لك ولي الامر بتاعك عشان كده لازم القاضي نفسه بقى باعتباره بيتحكم وبيتصرف مش في حقوقه هو في حقوق الناس في حقوق الناس وفي مصالح الناس يبقى لازم يكون كامل الاهليه 21 سنه ومش 21 سنه القانون عندنا بيشترط ان هو يكون عنده 30 سنه 30 سنه عشان تتعين في وظيفه القضاء لكن في وظيفه النيابه العامه 21 سنه النيابه العامه 21 في وظيفه القضاء و30 سنه ليس اقل من ايه ليس اقل من ذلك اذا طرأ عليه عارض الجانب مثلا ولا في عتا ولا في سفة ولا غفله ولا سبهلله ولا ساعه تروح وساعه تيجي يبقى في هذه الحاله برضو القاضي فقط احد شروط توليه وظيفه القضاء في شروط ثانيه عندنا شرطين بقى الاسلام اشترطهم عندنا شرطين الاسلام اشترطهم الاسلام انا قلت ايه الشريعه الاسلاميه اشترطتهم لكن قانوننا لم يشترطهم الشرط الاول الذكوره في الشريعه الاسلاميه جمهور الفقهاء على انه لا يجوز ان تتولى المراه وظيفه القضاء جمهور مين جمهور الفقهاء طب سماتهم في كده ايه يا جماعه ما افلح قوم ولوا امرهم امراه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امراه اتبسط انا عارف سعيد ازاي خلاص ما افلح قوم ولوا امرهم امراه خلي بالك وخلي بالك انت مين في حد من الجماعه الحريم او الجماعه البنات زعلان من الحديث ده ها حد زعلان
ما ينفعش الاول تبقى زعلان من حديث عن الرسول طالما حديث صحيح وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تنفعش تبقى زعلان. ثم ان اغلب الفقهاء بقى ناس ثانيه فقهاء تانيين فسروها تفسير ثاني واقع خاص، واقع خاصه، وفسروها على ان ده خاص ها بالولايه العظمى. يبقى جمهور الفقهاء قال لك احنا هناخد بالحديث ده، وطالما ان الرسول قال ما افلح قومه ولوا امرهم امراه والقضاء ولايه، عشان تفهم الكلام ده بيجي ازاي، القضاء ولايه من ولايات، القضاء ولايه من الولايات، زي الحاكم القاضي حاكم، القاضي ايه حاكم. طب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما ينفعش حد يبقى الحاكم بتاعه امراه، واذا عملته كده مش هتفلحه، يبقى ما ينفعش اخلي الحاكم بتاعي امراه، سواء الحاكم ده هو الحاكم بتاعي اللي فوق الراي الاولاني، او الحاكم بتاعي اللي هو القاضي، او الحاكم بتاعي اللي هو المحافظ، او الحاكم بتاعي اللي هو الامير، او الحاكم بتاعي اللي هو رئيس مجلس المدينه، او الحاكم بتاعي اللي هو رئيس الحي. فحش خالص خالص المراه تتولى اي ولايه من هذه الولايات سواء كبرى او صغرى. خلاص ده الراي الاولاني. الراي الثاني قال لك لا انت وسحتوها قوي، انت وسحتها قوي زياده عن اللزوم. ده كده الوضع الطبيعي للحديث، لانه جاي في الولايه العظمى، السبب بتاعه في الولايه العظمى، وبناء عليه لا يجوز توليه المراه ولايه العظمى فقط اللي هي خليفه المسلمين اللي هي حاكم المسلمين، اما ما عدا ذلك من الولايات فيجوز توليتها للمراه. يبقى ممكن تبقى محافظ، ممكن تبقى وزير، ممكن تبقى ايه، تبقى رئيس حي. عندنا محافظه دلوقتي يعني محافظه البحيره، وعلى فكره عامله شغل كويس جدا عندنا، وعامله صيدليه متنقله للناس اللي عاوزه دواء، وعامله حدوته كبيره جدا، واحسن محافظه الحمد لله. انا احييها المحافظه دي، محافظه زي العسل. احنا كنا معاها الاسبوع اللي قبل اللي فات. محافظه زي العسل، وحتى كده محافظه يعني محافظه فكده. ولا انا بكلمك بجد، هي بقى لها شهر. طب والله الشهر دي بينت بركات بتاعتها، بركاتها بانت في المعركه. فكده فعشان كده الفريق الثاني، الراي الثاني في الفقه الاسلامي قال لك لا يجوز توليه المراه في اي ولايه اخرى غير الولايه العظمى، في اي ولايه اخرى غير خليفه المسلمين او حاكم المسلمين او الحاكم بصفه عامه، اي ولايه ثانيه يجوز توليتها للمراه. هو ده تفسيرهم للحديث الشريف، هو ده تفسيرهم للحديث الشريف. طب في القضاء، في القانون بتاعنا بقى، القانون تعيش. طب وانت ما تعنديش ليه؟ يعني انت تقدر تقدمه في النيابه العامه؟ ولا بالظبط. طب ليه؟ طب انت، ما انا عايزك تفهم معايا، مش انت بتقول تتعين عادي؟ الاول تتعين عادي جبتها منين؟ بيدوا دفعات قضائيه نسائيه؟ لا كلمه تتعين عادي دليلك ايه فيها؟ ان في فعلا، لا مش في فعلا بقى، لا في نص، في نص، نص في ايه؟ في الدستور يا جماعه، في الدستور. مش انا قلت لك اللي بينظم لنا امورنا دستورنا؟ في نص في الدستور بيقول تكفل اكتب تكفل الدولة تعيين، خلي بالك ده نص واضح خالص، تعيين المرأة، المرأة في كافة الجهات والهيئات القضائية. في أكثر من كده؟ تكفل نص دستوري، يبقى ده حق إيه؟ حق دستوري ليك أنت، أنت تعييني في أي هيئة قضائية أو جهة قضائية. تكفل المرأة، تكفل الدولة تعيين المرأة في أي جهة أو هيئة قضائية. التزام على عاتق الدولة، التزام على عاتق الدولة بتعيينها في كافة هذه الهيئات والجهات القضائية، وألا تقف عائقة أمام تعيينها في هذه الجهات والهيئات. سواء بقرارات، يعني مجلس الدولة أصدر قرار إن هو على جثته، لو بلاش على جثته ده، أنا آسف خلاص. لأن فعلا في صدر قرار من المجلس الخاص لمجلس الدولة
وده اعلى مجلس في مجلس الدوله قال لك لا ما موضوع المراه يجي عندنا تيجي عندنا دي مستحيله مستحيله ندخلها ليه هي جرثومه ولا ايه هي المراه مالها حد طب هقول لك على حاجه هو مفيش واحده اكفأ من الراجل انا مش انا لا حاسد للراجل ولا الست لكن انا 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 ازعم انا عندي انا في 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 في, في بنها الاوائل دائما بيبقى اغلبهم بنات الاوائل دائما عندنا بنات اغلبهم مش طبعا في صبيان معانا لكن اغلبهم دائما بنات اغلبهم والله بنات دلوقتي واحنا عندنا دلوقتي اغلب المعيدين بنات لغايه هتنقلب الى كليه نسائيه يعني معيدات كلك معيدات دلوقتي ومدرسات مساعدات بنات ليه لان اغلب اغلب اللي بيطلعوا الاوائل بنات ده بناخدهم من بنات فانا بقول لك الكفاءه ملهاش علاقه بالجنس الكفاءه ملهاش علاقه بالايه بجنس الواحد راجل ولا ست اخر شرط بقى اللي هو شرط الايه الاسلام وده اخر شرط هنختم بيه هل يشترط هل يشترط ان يكون القاضي مسلما في الفقه الاسلامي يشترط في القانون المصري لا يشترط الاجابه سهله خالص اهي بس تفصل بقى تحبش لو جات لك سؤال زي ده هتقول في الفقه الاسلامي يشترط وفي القانون المصري لا يشترط وتحبش تحبش ازاي بقى حبشها هتحبش ازاي في الفقه الاسلامي لا يشترط يشترط ليه لان المولى سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وما فيش سبيل اكتر من سبيل القضاء فهو كلمة سبيلة فالصار انه مش هيخليهم عليه لهم ولا عليهم في حاجة طب لما خليه قاضي على مسلم قاضي غير مسلم يحكم على مسلم يبقى خلى لغير المسلم سبيل على المسلم مش انت بفهم هم بيقولوا الكلام ده ازاي تاني هو مش هو طبعا احنا مش هندخل في الحوار ده هو لان هل غير مسلم كافر ولا مش كافر والمسيحي كافر ولا مش كافر واليهودي كافر ولا مش كافر دي قصة اولا قصة فقهية ملهاش علاقة بحبايبنا المسيحيين خالص اللي موجودين هنا او مش هنا لان احنا كلنا اخوات في الانسانية والرسول صلى الله عليه وسلم اول من اوصى بان انت لو جارك مسيحي ولا لو جارك يهودي تعامله احسن من تعامل زي ما بتعامل مسلم بالظبط اكتر ما تعامل مسلم فقصة ان انت المعاملة والحوار ده حاجة وقصة هل هو بقى كافر ولا مش كافر حاجة تانية لان انت كمسلم انت كافر بالنسبة له انت كافر فكلمة كافر دي يعني ايه يعني يغطي اصل كلمة كافر احنا خدناها بمعنى معنى غير المعنى بتاعها بيغطي الحاجة بيحجب الحاجة المعينة يغطيها فاحنا مش هندخل فيها برضو عشان ما تعملش حساسية او حساسية بيننا وبين اخواننا الايه المسيحيين مع ان هي كناحية فقهية فيهاش اي مشاكل خالص ولا فيها اي حاجة تزعل خالص لو فهمناها بالراحة كده وبهدوء فيهاش اي حاجة تزعل خالص على الاطلاق خلاص اما القانون المصري فهو لم يشترط الاسلام التعيين في وظيفة القضاء وبناء عليه احنا عندنا رؤساء محاكم ورؤساء دوائر في محاكم عليا هم من اخواننا المسيحيين الموجودين على ارضنا الحبيبة مصر نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله الساعة الواحدة والنص وانا عاوز بس الكتاب ده انا عاوزكم لا مش كله لا 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 مش كله ولا حاجة لا عاوزكم بس يا جماعة لو سمحت لو في حد عنده استفسار لو في حد عنده ملحوظة لو في حد عنده تعليق لو في حد عنده شكوى انا جاهز ومستعد وتحت امرك هم اللي بيقولوا في الإدارة إذا كنت ناسبك يعني مسموح لك أنت تاخد تبقى مش مشكلة خالص